الهدف الرئيسي من العمارة المستدامة هو أنه نقلل أكثر ما يمكن استعمال الطاقات الغير متجددة والاعتماد أكثر على الطاقات المتجددة، اللي هو معناها فيه دعم كبير للتوظيف الطاقات النظيفة كما الطاقة الشمسية، طاقة الريح، الطاقة الكهرومائية. ولكن وللأسف أنه بناءاتنا اليوم تفتقر جدا للمبادئ هذه. ومعنى مثلا العمارة المستدامة هو معناها كونسبت صحيح جديد، لكن كان تلاحظ أنه ناس قبل كانوا يبنيوا بالطوب ومعناها بمدخيو بسيط على الأخر. المدخيو هذيك هو صديق للبيئة، معناها هما خلقوا معناها مباني ملائمة للبيئة وبيئية بطريقة عفوية. بعدين احنا كيف دخلنا في الاندستري ضيعنا هذا الكل ومشينا في توجهات اللي ولت المواد نتاعنا مواد مضرة بالبيئة، وفما معناها فما غياب تام للوعي بأهمية العمارة المستدامة. ومش معناها الناس مش قاري حساب الامباكت نتاع معناها البناءات نتاعنا اليوم حتى على صحة العبد على لونتيرم. انت كمستعمل للفضاء راهو يأثر عليك على المدى البعيد.